أردت أن يحرمك الله على النار فقل لا إله إلا الله صدقا من قلبك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.